مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وجوه من الصحافة المغربية. اليوم نقتفي أثر ومسار الكاتبة والإعلامية المغربية ليلى سليماني. ما الذي يمكن قوله عن ليلى سليماني؟ فسجل الثناء على هذه الكاتبة لا يكاد ينتهي منذ عام 16 و2000 حيث توالت الكتابات المشيدة بأعمالها. ليلى التلميذة السابقة بثانوية بول سيزان بالرباط من بين الكتاب الأكثر مقروئية في العالم، ترجمت إصداراتها إلى 44 لغة، وهي أيضا مدافعة عن الفرنكوفونية بعدما رفضت أن تكون وزيرة لها لتصبح الممثلة الشخصية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية. ليلى سليماني من مواليد عام 81-900 حلت بفرنسا عام 99-900 لمتابعة دراستها، حيث تخرجت من معهد الدراسات السياسية بباريس، وبعدها التحقت بالمدرسة العليا للتجارة بالعاصمة ذاتها لتتخصص في الصحافة، إذ بعد مسيرة مهنية واعدة بكل من الإكسبريس وجونافريك اختارت وجهة أخرى جعلتها تستقر بالمربع الذهبي للأدب الفرنسي. ليلى سليماني وهي لا تنكر ذلك تعيش قصة نجاحها كما لو كانت رحلة انتقام لذكرى والدها الذي عانى من أزمة كبيرة عقب تعثره بعد مسيرة مهنية حافلة، ولم يكتب له أن يحتفي بابنته وهي تتصدر العناوين بعدما صارت من أشهر الكتاب المغاربة باللغة الفرنسية. حزن الأب الذي فارق الحياة في عام 2000 دون أن يشهد إعادة الاعتبار إليه وتبرئته عام 2010 من الفضيحة العقارية التي وجد نفسه في قلبها كان حافزها للمضي في مسيرتها تكريما لروح والدها. على طريق النجاح عرفت ليلى كيف تتفادى كل المقالب والفخاخ التي كانت تنصب لها لتزرع الألغام في علاقتها بالمغرب. ففي مقال اشترط كاتب على ليلى مواقف لا لشيء سوى للتشويش على ارتباطها بالمغرب، لكن هذا الكاتب لم يكن يعلم إلى أي حد كان بقلبها حبا وعشقا كبيرين لبلدها لا يستطيع أيا كان أن يزحزحه من مكانه. وبافتراض أن ليلى كاتبة متأملة فذلك لم يمنعها من أن تؤسس لنفسها صورة المرأة المناضلة في المجالات التي تميل إليها ومنها قضايا النساء. وعند سؤالها عما إذا كانت امرأة قوية أجابت بكل تواضع وبلباقة راقية: لست امرأة غير قوية. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة مع وجه جديد من الصحافة المغربية. إلى اللقاء.